السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي العاشر لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار مال 102، اختصاص إدارة واقتصاد، اختصاص مشترك. إذن بعد اللحظات لانتظار الأخوة والأخوات للالتحاق بمنصة اللقاء والتأكد من وضوح الصوت. إذا مرحبا بالالتحاق بنا الآن، إن شاء الله يكون الصوت واضح. إذا اليوم إن شاء الله بإذن الله كالعادة نبدأ في البداية في استعراض محاور اللقاء الحي العاشر. اليوم راح نشوف بإذن الله التحليل المالي باستعمال النسب المالية، وراح ندخل في أكثر تفاصيل في حساب بعض النسب المالية، وخاصة نسب السيولة ونسب النشاط. كنا بالأمس تطرقنا إلى أساليب التحليل المالي. المحاضرة كانت تتذكر رقم 8، قدمنا معروف تعريف التحليل المالي، قلنا هو معالجة البيانات انطلاقا من القوائم المالية لمساعدة يعني متخذي القرار بالوصول إلى قرارات ناجعة وسليمة. أمس رينا أساليب التحليل، وكان تتذكروا في أساليب التحليل، خلينا نعود نتذكرها، رينا التحليل الأفقي، التحليل العمودي. وكان تتذكروا قلنا التحليل الأفقي يتميز بالتوسع لأنه يشمل التحليل على عدة سنوات. التحليل العمودي كان تتذكروا بالأمس قلنا يتسم بالسكون، وهو يقوم بعرض البيانات لسنة واحدة بصفة عمودية، ونقوم بقسمة يعني بنود من القوائم المالية إلى بند رئيس، زي ما أعطينا أمثلة مثلا قائمة الدخل، قلنا نقوم بقسمة بنود قائمة الدخل مقارنة بصافي المبيعات. بالنسبة لقائمة المركز المالي نقوم بقسمة بنود قائمة المركز المالي مقارنة بإجمالي الأصول. اليوم راح نشوف أسلوب آخر من التحليل، وهو التحليل باستخدام النسب المالية. فما هي النسبة المالية؟ ما هي النسبة المالية؟ أو ببساطة النسبة المالية هي علاقة بين بندين أو أكثر من بنود القائمة المالية. هي علاقة، هي قسمة رقم على رقم، هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد معين مقسوم على عدد آخر، ولكن يكون له دلالة في التحليل المالي. فالنسبة المالية إذن قلنا هي علاقة بين بندين أو أكثر من بنود القائمة النهائية المالية. ويمكن أن نقوم بحساب أي نسبة، ولكن المهم تكون لها دلالة في التحليل المالي. أوكي؟ فإذن قلنا النسبة المالية إذن هي علاقة بين بند أو أكثر من بنود القوائم المالية، هي قسمة رقم على رقم، أوكي؟ يكون له دلالة في التحليل المالي. إذا النسب، كيف راح يكون التحليل بالنسب؟ النسبة المالية تقدر تكون مثلا النتيجة حقتها كنسبة مئوية، وتقدر تكون كذلك النتيجة كعدد مرات. لو نشوف النسب أو مثلا زي معدل دوران، معدل الدوران تكون النتيجة بالمرة، كم من مرة مثلا معدل دوران المخزون. وبعض النسب نقوم حسبتهم بنسبة مئوية، مثلا نسبة العائد على الأصول، مثلا نسبة العائد على الأصول راح نشوفوه مثلا تساوي 10%، 12%، 15%، فالنتيجة هنا تكون كنسبة مئوية. إذا كنا اليوم راح نركز على التحليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ بندر، وعليكم السلام أخت ابتهال، بارك الله فيكم، مرحبا بكم في اللقاء الحي العاشر، ومرحبا بكل الإخوة والأخوات اللي التحقوا بنا
الآن. شكرا، يعطيكم الصحة. فقط قدمت تقديم بسيط أو وضعت اللقاء الحي في إطاره، قلت اليوم إن شاء الله راح نركز على التحليل باستخدام النسب المالية. قمت بتقديم مفهوم النسبة، قلنا هي علاقة بين بند أو أكثر من بنود القائمة المالية، هي قسمة رقم على رقم للحصول على زي ما نقول رقم له دلالة في التحليل، في التحليل المالي. راح نشوف إن شاء الله اليوم نبدأ ثم العديد من النسب، في نسب السيولة، في نسب النشاط، في نسب الربحية، في نسب المديونية، في كثير من النسب المالية. والمحلل المالي أكيد يختار النسب على حسب الهدف من التحليل وعلى حسب الغرض من التحليل. لو بده يحلل مردودية وعوائد مثلا الاستثمار أو الأسهم، فلازم يختار إذن النسب المالية التي ترمز إلى الربحية. لو بده يحلل مدى كفاءة نشاط الشركة في إدارة مخزونها، في تحصيل ديونها، في تحصيل الذمم المدينة، فأكيد لازم يركز على النسب المالية التي تقيس النشاط. فإذا زي ما قلنا النسب المالية عديدة، اختيار النسب يكون حسب الهدف من التحليل المالي. اليوم راح نشوف زي ما استعرضنا في بداية اللقاء، راح نشوف نسب السيولة وراح نشوف نسب النشاط. خلينا نبدأ مع بعضنا بنسب السيولة، وبالتحديد ما المقصود بنسب السيولة؟ ماذا تقيس نسب السيولة؟ ببساطة نسب السيولة تعطينا فكرة على الملاءة الائتمانية للشركة على المدى القصير. ما معناه على المدى القصير؟ يعني مدى قدرة الشركة على تغطية أو سداد التزاماتها أو ديونها قصيرة الأجل. هل الشركة قادرة تسدد التزاماتها قصيرة الأجل؟ أوكي؟ هذه كيف نعرف إذن درجة سيولة الشركة؟ نقدر نعرفها عبر حساب بما يسمى نسب السيولة. أوكي؟ نعود نسب السيولة هي تقيس مدى قدرة الشركة على سداد أو تسديد أو الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل. بمعنى آخر، هل أصولها المتداولة، يعني الأصول قصيرة الأجل، قادرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل؟ هل أصول الشركة قصيرة الأجل قادرة على تغطية التزامات الشركة قصيرة الأجل؟ باش تكون الحساب واضح لكم، باش نستعرض هنا بعض الأرقام، رح نحسب النسب بيكون عندنا مثال. هنا ايش عندنا؟ هنا زي ما تلاحظوا اخترت بعض المعلومات المالية من القوائم المالية، وبالتحديد من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. مثلا عندنا شركة البنك والنقدية بالصندوق 800، هما بألاف الريالات، ولكن لتسهيل عملية الحساب اخترنا فقط الأرقام تكون بسيطة. الاستثمارات المالية قصيرة الأجل 600، الذمم المدينة 2200، المخزون 4400، المصروفات المدفوعة مقدما 400، صافي الأصول الثابتة 18400، ومجموع الأصول 26800. هذا الجدول الأول. الجدول الثاني ايش فيه؟ اللي فيه الذمم الدائنة، لأنه تعرفوا قائمة المركز المالي متكونة من ايش؟ من أصول زي ما فسرنا بالأمس، أصول ثابتة وأصول متداولة. والجزء الثاني ايش فيه؟ فيه الالتزامات أو المطلوبات زائد حقوق المساهمين أو حقوق الملكية. إذا الجزء الثاني فيه الذمم الدائنة 6000، الخصوم طويلة الأجل أو المطلوبات طويلة الأجل 5200، وصافي حقوق الملكية 15600. أكيد مجموع الخصوم وحقوق الملكية 26800 يساوي مجموع الأصول، لأنه زي ما تعرفوا قائمة المركز المالي يجب أن تكون متساوية. وأخيرا عندنا جدول ثالث، اشتقينا منه بعض المعلومات اللي راح نحتاجهم في حساب بعض النسب. مثلا عدد أسهم رأس المال 1500، صافي المبيعات 20000، تكلفة المبيعات 8000، وصافي الدخل 10000. إذن هذا من الأرقام أمامنا. ولنفترض أن المدير المالي، أنك تشتغل في شركة وطلب منك المدير المالي أنك تحسب مثلا
السيولة، تقوم بتحليل سيولة الشركة. خلينا نبدأ نسب السيولة، ثم السيولة الجارية، نسبة السيولة الجارية ونسبة السيولة السريعة. نبدأ بنسبة السيولة الجارية. كيف نقوم بحساب نسبة السيولة الجارية؟ زي ما قلت لكم راه النسب هو النسبة، هو نسبة رقم على رقم، هو نسبة بند على بند آخر، أوكي؟ أو بند أو مجموعة من البنود على بند أو مجموعة من البنود من قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل أو من القوائم المالية. نبدأ نسبة السيولة الجارية، راح أستعرض أمامكم القانون. نسبة السيولة الجارية تساوي الأصول المتداولة قسمة الخصوم المتداولة. الأصول المتداولة قسمة الخصوم المتداولة. ما معناه؟ كان تذكروا أنتم في البداية قلت لكم أنه السيولة أو نسب السيولة تقيس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، مدى قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل انطلاقا من الأصول المتداولة. فالقانون إذا يقول نسبة السيولة الجارية يساوي الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة. ترى خلينا نطبق هذا القانون على البيانات اللي موجودة عندنا. أكيد رح نحتاج البيانات من قائمة المركز المالي، رح نحتاج بيانات من الأصول المتداولة اللي هي في البسط، ورح أحتاج بيانات عن المقام عن الخصوم المتداولة. إذا الأصول المتداولة إيش متكونة في مثال هذا اللي عنا؟ عنا البنك والنقدية بالصندوق، هذه تعتبر أصول متداولة. كذلك الاستثمارات المالية قصيرة الأجل، يعني الشركة لديها أسهم ولكن فترة احتفاظها راح تكون قصيرة الأجل، ما راح تحتفظ بها لفترة طويلة، فهذه تعتبر أصول متداولة. الذمم المدينة، الذمم المدينة زي ما فسرنا بالأمس كذلك تعتبر من الأصول المتداولة. الذمم المدينة هي الأموال الناتجة عن البيع بالآجل، عندما الشركة تقوم بالبيع بالآجل فهي راح تتحصل على أموال ولكن لسه الآن بعد فترة، بالطبع فترة أقل من سنة، لذلك تسجل في الأصول المتداولة. المخزون كذلك من الأصول المتداولة، أوكي؟ إذن زائد في هذا المثال عن إيش؟ المصروفات المدفوعة مقدما في هذا المثال كذلك تسجل من الأصول المتداولة، لأنه بعدين 18000 ولا 400 لا، ليست بالأصول المتداولة. ليش؟ لأن زي ما تلاحظوا في الجدول الأول هي أصول ثابتة ما تدخل في القانون، تدخل في القانون فقط الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، بمعنى آخر الأصول التي تكون فترة احتفاظها في الشركة أقل من سنة، والخصوم هي الالتزامات التي تكون فترة سدادها أقل من سنة. إذا نجمع 800 زائد 600 زائد 2200 زائد 4400 زائد 400 يعطينا 8400. هذا البسط. المقام تقسيم الخصوم المتداولة. إذا نروح إلى الجزء الثاني من قائمة المركز المالي، وزي ما تلاحظوا أمامكم الخصوم المتداولة هي مكتوبة مباشرة هنا فقط عنا الذمم الدائنة. الذمم الدائنة هي خصوم قصيرة الأجل أو مطلوبات قصيرة الأجل. ما معنى الذمم الدائنة؟ هي الأموال اللي الشركة مطالبة بدفعها للموردين، يعني عندما تشتري الشركة بالآجل فهي مطالبة بدفع الأموال في تاريخ الاستحقاق للموردين، فتسجل من ضمن الذمم الدائنة، أوكي؟ فإذا عندنا فقط الذمم الدائنة 6000. إذا نحسب نسبة السيولة الجارية هنا 8400 تقسيم 6000 كم يساوي؟ 1.4. 1.4 هذه تعتبر نسبة السيولة الجارية. 1.4 إيش؟ مرة، يعني 1.4 مرات، أوكي؟ إحنا هل هذه النسبة جيدة غير جيدة؟ أوكي، إذا اتبعنا خلينا نقول المتوسط يتراوح من 1 إلى 2، ولكن باش نكون واضحين أكثر أنه ليس أنه النسبة هذه يعني يجب أنك تقارنها على حسب نشاط الشركة، لأنه فيه بعض أنشطة من الشركة، بعض الأنشطة التي تتطلب سيولة أكثر من أنشطة أخرى،
فما نقدرش نجزم نقول ان 1.4 سيء او جيد او ممتاز، لانه يختلف حسب نشاط الشركة. ولكن خلي نفترض انه النسبة او المعيار التجاري المقبول لهذه النسبة، خلي نقول انه هو من 1 إلى 2، الاثنين تكون مثلا جيدة، افتراض هذا. فلهنا انه لاحظ بالنسبة هذه الشركة ان نسبة السيولة او نسبة السيولة اقل من النسبة المتوسطة. كيف نجيبها غالبا النسبة المتوسطة؟ دائما انه لازمني نقارن بالقطاع او بالشركات المنافسة التي تنتمي المنافسة لنفس نشاط الشركة. نحب نقول ملاحظة مهمة، انه دائما التحليل المالي ليس فقط مجرد حساب رقم، فيجب عليك انك تحلل الرقم. التحليل هذا لو عندك رقم مش نقدر نقول جيد او سيولة جيدة او سيولة ناقصة، يفضل انك تقارن بنسب القطاع او متوسط القطاع. ما معنى متوسط القطاع؟ المقصود به يعني متوسط نسبة السيولة للشركات المنافسة التي تنتمي لنفس القطاع. ملاحظة كذلك، ليس كلما زاد هذه النسبة معناتها انه السيولة ممتازة للشركة. فلازمنا لازم الشركة او لازمنا كمحللين انه نسبة مرتفعة من السيولة كذلك دلالة على إدارة غير جيدة. ليش؟ لانه كذلك ليس في صالح الشركة انها تترك اموال كبيرة غير مستغلة. يعني المبدأ العام في السيولة انه يجب تكون السيولة ليست منخفضة كثير وليست مرتفعة كثير، لانه لو كانت منخفضة كثير فتقدر يكون عجز وقتي وتضطر الشركة الى التداين على المدى القصير لسداد التزاماتها قصيرة الاجل. وكذلك لو يكون الشركة عندها مبالغ سيولة في النقد مرتفعة، فهذا مؤشر كذلك أن الشركة لا تستغل جيدا أو لا تستثمر جيدا في أموالها، وهذا يعتبر تكلفة للفرصة البديلة. أوكي؟ فإذا هذا بالنسبة إذا لنسبة السيولة الجارية. في نسبة أخرى اسمها نسبة السيولة السريعة. وإيش تقيس هذه النسبة؟ تقيس مقدرة أو مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى بيع المخزون. لأنه تعرفوا في الأصول المتداولة، الأصول المتداولة من ضمن الأصول المتداولة فيه المخزون، ولكن المخزون يتطلب وقت باش تقدر تبيعه وتحوله إلى نقد. فلمعرفة مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها بصفة آنية أو بصفة يعني مباشرة، كذلك نسميها نسبة السداد السريع، نقول نسبة السيولة السريعة أو كذلك نسبة السداد السريع، يعني تقيس مدى قدرة الشركة على دفع التزاماتها قصيرة الأجل بدون الالتجاء إلى بيع المخزون. أوكي؟ يعني كيف رح يصبح القانون في هذه الحالة؟ نفس حسب التقريب الفكرة السابقة، ولكن ايش راح نسوي؟ من الاصول المتداولة راح نقول الاصول المتداولة باستثناء المخزون، يعني راح نطرح المخزون. يعني بعبارة اخرى راح ناخذ بعين الاعتبار كل الاصول المتداولة باستثناء المخزون. اذا امامكم هذه النسبة الثانية، نسبة السيولة السريعة. اذا كيف يتم حساب نسبة السيولة السريعة؟ هي الاصول المتداولة باستثناء المخزون، يعني ما ناخذ بعين الاعتبار، تقسيم الخصوم المتداولة. اذا نفسر ايش تقيس هذه النسبة؟ مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بصفة سريعة دون الالتجاء الى بيع المخزون، لان المخزون يتطلب وقت لبيعه. ولقياس مدى قدرة الشركة على السداد السريع يمكن حساب نسبة السيولة السريعة، لأنه هنا رح نأخذ الأصول المتداولة ولا نأخذ بعين الاعتبار المخزون. إذا نفس الأرقام السابقة فقط إيش رح نستبعد؟ المخزون. يعني رح أخذ بعين الاعتبار 800 زائد 600 زائد 2200 زائد 400 فقط، لا نأخذ بعين الاعتبار المخزون. أوكي؟ كم يعطينا؟ 4000. يعني تذكروش أنتم في النسبة السابقة كان البسط
8400 ولكن كان شاملا المخزون. هنا فقط راح نستبعد منه المخزون اللي هو 4400، اذا يعطينا البسط 4000 تقسيم الخصوم المتداوله 6000، 4000 تقسيم 6000 يساوي 0.67. كذلك انخفضت هنا النسبه، يعني هذه النسبه تعتبر هنا اقل من واحد. لنفترض ان المتوسط في القطاع هو واحد، او المعيار التجاري او القيمه المقبوله لنفترض واحد في نشاط هذه الشركه، فلنا ان نلاحظ الشركه هنا عندها نقص في السيوله لان 0.67 اقل من يعني من واحد. ما معنى يعني الخصوم المتداوله حقتها او الالتزامات قصيره الاجل حقت الشركه اللي مفروض تدفعها تتجاوز الاصول قصيره الاجل المتوفره لدى الشركه بالطبع اذا استبعدنا المخزون. اذا هذه نسب السيوله، اذا نسب السيوله الجاريه ونسب السيوله السريعه. اذا قلنا الهدف ايش حقتهم؟ هو تقيس مدى قدره الشركه على الوفاء او على سداد ديونها على المدى القصير. اوكي، ريتوا الان هذه النسبه، ريتوا النسبه سهله جدا، هو تقسيم بند على بند او رقم على رقم، ولكن يجب ان يكون له دلاله وتفسير وتحليل مالي. نروح الى النسبه المواليه اللي راح نشوفوها اليوم، هي معدل دوران المخزون. دائما زي ما تلاحظوا نفس المعطيات راح ننطلق منها. لنفترض انك تشتغل في شركه، قدم لك المدير المالي هذه القوائم المالية أو مقتطفات من القوائم المالية وطلب منك الآن أن تقوم بتحليل السيولة. أوكي، الآن طلب منك أن تقوم بتحليل بعض مؤشرات نشاط الشركة. أوكي، فرح نبدأ مثلا بحساب معدل دوران المخزون. ما المقصود بمعدل دوران المخزون؟ هذه هو النسبة تقيس العدد المرات التي يمكن للشركة أن تقوم بتصريف مخزونها لمدة سنة كاملة. نعود، ما هو معدل دوران المخزون؟ هو عبارة عن نسبة، عن رقم توضح عدد المرات الذي تقوم فيها الشركة بتصريف مخزونها أو ببيع مخزونها واستبداله في فترة زمنية محددة اللي هي السنة المحاسبية أو السنة المالية. كلما كان الرقم مرتفع كلما كان جيد، لأن الشركة تقدر تستبدل المخزون، تقدر تبيع المخزون القديم وتشتري مخزون أكثر، وهذا يعتبر جيد. أوكي، لأن النسبة هذه تشير إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة أو عدد المرات تجديد المخزون، يعني بيع المخزون القديم وشراء المخزون الجديد. بالطبع كلما يرتفع هذا مؤشر جيد. راح أعرض أمامكم إذا القانون باش تتبعوا معايا. معدل دوران المخزون يساوي المبيعات على رصيد المخزون. أوكي، إذا هذا أمامكم، معدل دوران المخزون يساوي المبيعات على رصيد المخزون. وقلنا النتيجة اللي راح تظهر هنا راح تكون بالمرة، كم من مرة، كم الشركة تقوم بتصريف أو تجديد أو ببيع مخزونها طيلة سنة. ترى خلينا نتفقوا في مثالنا، المبيعات كم هنا؟ المبيعات صافي المبيعات 20000، لاحظوها فوق في الجدول الصغير اللي على اليسار، تقسيم على رصيد المخزون، المخزون 4400، 20000 على 4400 يساوي 4.55 مرة، يعني 4.5 مرات. ما معناه؟ يعني طيلة السنة الشركة تقوم بتجديد أو بيع المخزون 4.5 مرات. تستطيع الشركة طيلة السنة تقوم بتصريف أو تجديد مخزونها 4.5 مرات. هذه النتيجة زي ما أقول بالمرة. لو بدك تعرف كم المدة التي تستغرقها الشركة لتصريف المخزون، لو تقدر تقول لي أنت كمحلل والله 4.55، الأفضل أن نقوم بالتحليل بالمدة بالأشهر، كم تستغرق الشركة لتجديد المخزون حقتها، لبيع المخزون القديم وشراء المخزون الجديد. العملية سهلة، نقول لك تقدر
تحول العدد المرات هذا الى مده بالاشهر. كيف تسوي؟ ببساطه تقسم عدد اشهر السنه اللي هم 12 على معدل دوران المخزون. في مثالنا هنا لو نقسم 12 عدد اشهر السنه على 4.54 كم تطلع النتيجه؟ 2.64. ما معناه؟ يعني تحتاج الشركه الى شهرين واكثر من نصف الشهر، يعني قرابه شهرين ونصف الى تصريف المخزون، الى تجديد المخزون، يعني الى بيع المخزون حقتها وشراء، الى يعني بيع المخزون القديم وشراء الممتاز بندر. نعم 2.6 صحيح، يعني الى شهرين حسب التقريب وثلثي الشهر، يعني شهرين واكثر من نصف الشهر لتستطيع تصريف المخزون القديم لشراء وتجديده وشراء المخزون الجديد. ممتاز بندر، شكرا. واضح اذا؟ فتقدر اذا تحلل نشاط او دوران المخزون كمعدل عدد المرات، او تقدر كذلك تقوم بتحليل لو بدك تحوله الى عدد اشهر تقسم 12 على معدل دوران المخزون. اوكي، هذا بالنسبة لمعدل دوران المخزون. كذلك من النسب الاخرى اللي راح نشوفوها اليوم هو معدل دوران النقدية. معدل دوران النقدية، ما هو معدل دوران النقدية؟ هو المبيعات في نفس الشريحة، خلينا نعودها، هو المبيعات تقسيم النقدية. خلينا نحسب وبعدين نفسر لكم منطق او الفكرة حقت هذه النسبة. المبيعات هي 20,000، النقدية اللي عندنا في اعلى الجدول البنك والنقدية بالصندوق 800. 20,000 على 800 يساوي 25. ما معنى؟ معناتها انه تحتاج الشركة او الشركة تقوم بتحويل مبيعاتها او 25 مرة في السنة الى نقدية. بعبارة اخرى ايش؟ انه الشركة من شراء المواد الخام الى تحويلهم الى نقد ففي السنة تحتاج أو تقوم بذلك 25 مرة، يعني عدد المرات التي يتم فيها الاستخدام النقدي في السنة، أو بعبارة أخرى يعني كم من مرة تقوم الشركة بتحويل المبيعات إلى نقدية. نفس الشيء يفضل أنك تقوم بتحليل هذا المعدل كمدة، أو بعبارة أخرى كم الوقت الذي تستغرقه الشركة لتحويل موادها الخام او من 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 تاريخ شراء المواد الخام الى نقد. لانه تعرفوا انتم لو الشركه هي صناعيه فش تسوي الشركه؟ الشركه راح تشتري مواد خام، راح تقوم بتخزينها، وبعدين تقوم بالصنع، وتختلف مده الصنع حسب المنتج، وبعدين تخزين المنتج النهائي، وبعدين بيع السلعه، وبعدين تحصيل النقود من عند العملاء. فإذا ثم فرق، ثم مدة ما بين شراء المخزون إلى تحصيل المبيعات على شكل نقد. لمعرفة هذه المدة يمكن كالعادة نقسم إيش؟ عدد أشهر السنة 12 تقسيم على معدل دوران النقدية. يعني لو بدك تعرف كم الوقت الذي تحتاجه الشركة لعملية تحويل المواد الخام إلى نقد، الى فلوس تحصلهم من العملاء، فتقوم بقسمة 0.4. شكرا اخ بندر، ممتاز. كيف جبناها اخ بندر؟ قسمنا عدد اشهر السنة اللي هي 12، ممتاز، على معدل دوران النقدية اللي هو 25. 12 على 25 معناتها صفر بالتحديد، هو لو كنا دقيقين اكثر لو ناخذ رقمين بعد الفاصلة 0.48. ما معنى؟ يعني حسب التقريب نصف الشهر، يعني الشركة تحتاج حسب التقريب نصف الشهر للدورة النقدية. ايش معناتها للدورة النقدية؟ لإعادة مثلا المواد الخام اللي شراتهم باش تحصل النقد، لإعادة النقدية للصندوق. في حسب التقريب تحتاج هذه الشركة نصف شهر لإعادة تحويل عملية الشراء المخزون إلى نقدية. تقول لي هل هذا جيد او غير جيد؟ دائما نقول في
في التحليل يختلف حسب نشاط وصناعة الشركة. تقدر تكون هذه المدة مقبولة جيدة، تقدر تكون المدة طويلة، وتقدر تكون يعني متوسطة على حسب النشاط. وما نقدر نعرف لازم ناخذ الشركات المشابهة أو الشركات المنافسة التي تنتمي إلى نفس القطاع. فغالبا نراه التحليل المالي، باش نكون واضح معاكم، غالبا فيه يعني محورين. إما تاخذ الشركة حقاتك وتحلل نتائجها على مر السنوات، هل هو في ارتفاع في انخفاض وما غير ذلك، أو تحلل بيانات أو الأرقام الشركة مقارنة بالقطاع أو بالشركات المنافسة. ما هو وضع الشركة حقاتك مقارنة بنسب الشركات المنافسة أو بما يطلق عليه القطاع أو متوسط الشركات التي تنتمي إلى نفس القطاع؟ أوكي، نمر الآن إلى نسبة أخرى كذلك راح نشوفها الآن، هي معدل دوران الذمم. ونعرف احنا صافي الذمم هي تساوي قيمة المديونية ناقص قيمة الدائنية. راح نشوف إذا الذمم، زي ما تعرفوا أكيد الآن تقدروا تفرقوا بين الذمم المدينة والذمم الدائنة. الذمم المدينة هي الناتجة عن البيع بالآجل، يعني هي الفلوس حقة الشركة ولكن لسه ما حصلتهمش من عند العملاء. الذمم الدائنة بالعكس، هي تسجل من ضمن الخصوم المتداولة، يعني فلوس مفروض تدفعها من الشركة للموردين. الذمم الدائنة ناتجة عن الشراء بالآجل، والذمم المدينة ناتجة عن بيع الشركة بالآجل. أوكي، راح نشوف هنا معدل دوران الذمم. ما معنى هنا معدل دوران الذمم؟ وبالتحديد راح نشوف مع بعضنا معدل دوران الذمم المدينة ايش هي. هي نسبة مالية، نسبة توضح أو تبين عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بتحصيل الذمم المدينة، بالطبع خلال سنة مالية، خلال سنة. وبالطبع وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما يدل على كفاءة الشركة أو جدارة الشركة على تحصيل فلوسها أو أموالها من عند العملاء. خلينا نستعرض أمامكم القانون قبل كل شيء. معدل دوران الذمم المدينة هي تساوي صافي المبيعات الآجلة على رصيد الذمم المدينة. إذا هذا أمامكم القانون، اشتبهوا معايا. معدل دوران الذمم المدينة يساوي صافي المبيعات الآجلة تقسيم رصيد الذمم المدينة. خلينا نتفقوا على شركتنا وبعدين نقوم بالتحليل. عندنا شركتنا صافي المبيعات 20,000، افترضنا كلها مبيعات بالآجل، تقسيم على رصيد الذمم المدينة اللي هي ذمم المدينة عندكم في الجدول الأول في الأصول المتداولة اللي هي 2200. 20,000 على 2200 يساوي 9.01. ما معناه؟ يعني الشركة تقوم بتحصيل ذمم المدينة حقتها 9 مرات في السنة. يعني الشركة تقوم بتحصيل الذمم حقتها أو الفلوس من عند العملاء 9 مرات في السنة. بالطبع كلما ترتفع هذا المعدل كلما معناتها دلالة على جدارة الشركة أو كفاءة الشركة على تحصيل الالتزام، على تحصيل أموالها من عند العملاء. نفس الشيء لو بدك تبدل هذا الرقم معدل الدوران إلى مدة، كم تستغرق الشركة لتحصيل أموالها من عند العملاء، تقدر تقسم 12 على هذا المعدل لتعرف المدة بالأشهر، لو بدك تحولها إلى مدة بالأشهر. أوكي، إذا هذا بالنسبة لمعدل دوران الذمم المدينة، وهذا مهم جدا باش تحلل هل الشركة ما هي سياستها تجاه العملاء؟ هل هي سياسة متساهلة؟ هل هي سياسة جيدة؟ هل هي سياسة قريبة من سياسة المنافسين؟ بالطبع راهو كلما يكون التحصيل كبير المعدل، كلما قلنا أن الشركة عندها سياسة تحصيل جيدة وهذا يعتبر جيد. ولكن يجب أن الشركة تحاول
ما يكونش المعدل هذا قليل، لأن وقت يكون معدل التحصيل الذمم منخفض معناتها أن الشركة تستغرق وقت طويل لتحصيل أموالها من عند العملاء، وهذا يمكن يخلق لها مشكلة، خاصة إذا يكون المبلغ اللي راح تدفعه للموردين أو الذمم الدائنة الفترة حقتهم راح تكون قصيرة. اوكي، فاذا هنا يفضل انه كل مره تكون المده تكون طويله الاجل. اذا نكمل بالنسبه للنسبه الثانيه وهي معدل دوران الذمم الدائنه. زي ما قلت لكم معدل دوران الذمم الدائنه هي ناتجه، هل في سؤال؟ ترى سامحوني نساوي اخت جميله ما فهمت ايش كتبت بالضبط، يساوي ايش؟ ما فهمت بكل صراحه، لو توضح لنا سؤالك اخت جميله لاني ما فهمت ايش اللي كتبت. يساوي مز ما فهمت، العفو ما فهمت، تحاول تعوض تكتب لي ايش هو السؤال لكي استطيع اني نجاوب عليه. اوكي، بالنسبه لمعدل الدوران الذمم الدائنه هو تكلفه البضاعه المباعه تقسيم رصيد الذمم الدائنه. تكلفة البضاعة هنا معطاة، افترضنا أنها 8000 تكلفة المبيعات تقسيم على رصيد الذمم الدائنة موجودة في الخصوم المتداولة اللي هي 6000، كم؟ 1.33. إذا شنو دلالة هنا معدل دوران الذمم الدائنة؟ هو معرفة معدل السداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة. أوكي؟ بالطبع هنا كلما تكون المدة أكبر هنا كلما يكون في صالح الشركة. بالنسبة للذمم الدائنة كلما تكون المدة، نحكي الآن على المدة، كلما تكون المدة أطول بالنسبة للشركة كلما يعتبر جيد. ما معنى مدة أطول؟ يعني أن الشركة تأخذ من عند الموردين أو المزودين مدة طويلة لسداد مشترياتها الآجلة، وهذا يعتبر جيد لأنه يعتبر يعني زي ما فسرنا سابقا كان تذكروا ائتمان تجاري مجاني، يعني تقدر الشركة تحصل على أموال ولكن ما تدفعها من الآن، تدفعها بعد مدة. أوكي، فهذا بالنسبة ل يعني بالنسبة للذمم الدائنة والذمم المدينة. الأفضل للشركة دائما يجب أن توائم بين الذمم المدينة والذمم الدائنة، يفضل لكي الشركة ما تحصلش في عجز وقتي أنه الفترة اللي تتحصلها من عند الموردين فترة السداد تكون أطول من فترة اللي تعطيها للعملاء. اوكي، لنفترض انها تشتري من عند الموردين بفتره مثلا سداد 90 يوم وتعطي لعملائها مثلا 60 يوم، هذا ممتاز لانه تقدر الشركه تحصل اموال من عند العملاء وبعدين تسدد الموردين، فهذا ممتاز. اوكي، ولكن الاشكال امتى يمكن يعني تقع الشركه في عجز وقتي؟ وقت مثلا تشتري الشركة أو تتحصل على مدة قصيرة من عند الموردين لنفترض 15 يوم وتعطي لعملائها مثلا مدة 40 يوم، فلهنا راح تقع الشركة في إشكال في نقص السيولة، في لأنها مطالبة بسداد الموردين في مدة 15 يوم في حين أنها راح تتحصل على أموالها إلا بعد 40 يوم. ويفضل هنا أن يكون موائمة، وان شاء الله تنشوفوها المره المقبله في فعاليه اداره كذلك راس المال العام، كذلك هنا تنشوفوا ربط نربطه ما بين شفناه اليوم وما بين ان شاء الله رئيس راح نشوفوه في الاسبوع. اذا هذا محاور اليوم، يعطيكم الصحه، عندنا كالعاده كويس راح اعطيكم حدود 4 دقائق سهل وبعدين نقوم بالإصلاح. أوكي؟ إن شاء الله يكون ظاهر عندكم. واللي عنده سؤال مرحبا به يرسل لنا، وشكرا على الأخوة والأخوات اللي شاركونا اليوم في هذا اللقاء. اللي عنده سؤال يرسل لي وأنا نحاول نجاوب عليه إن شاء الله. إذا 4 دقائق للإجابة على الكويس.
إذا انتهى الوقت المخصص للكويز، راح أعطيكم الآن الحل. نبدأ النسب المالية التي من خلالها يتم قسمة الأصول المتداولة باستثناء المخزون على الخصوم المتداولة، تسمى بنسبة السيولة السريعة. هذه اللي قلناها، كان تذكروا نسبة السيولة السريعة، لأن نسبة السيولة الجارية هي قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. ولكن في هذا السؤال طلب منا قسمة الأصول المتداولة باستثناء المخزون. أوكي؟ وعليكم السلام، مرحبا بك أخت خولة. الآن احنا قاعدين في نهاية اللقاء، مرحبا بك وفي الكويس. مرحبا بك. إذن بعدين السؤال الثاني، يهدف معدل دوران الزمم الدائنة إلى معرفة، بالطبع هل معدل دوران المخزون؟ أكيد خطأ. الإجابة هي رقم 2 أو الخيار رقم 2، إلى معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة. لا أخت خولة، ليس بآخر لقاء، هذا اللقاء رقم 10. بقي لنا يوم الاثنين المقبل لقاء رقم 11، يوم الثلاثاء لقاء رقم 12 ونخلص المنهج، ويوم الأربعاء المقبل نفس التوقيت زي اليوم عندنا لقاء مراجعة إضافي لكم، يعني سويت لقاء مراجعة باش إن شاء الله نجاوبوا على استفساراتكم ونعملوا كويز في مراجعة بإذن الله. أوكي؟ نكمل. إذن السؤال الموالي، إذا كانت الأصول المتداولة 9000، العفو، إذا كانت الأصول المتداولة 9000 ريال وقيمة المخزون 1000 ريال وقيمة الخصوم المتداولة 4000 ريال، فإن نسبة السيولة الجارية تساوي. هذا أخواني وأخواتي فيه تريك صغير، لأنه لهنا شعطيتكم راهو الأصول المتداولة هي شاملة المخزون. نقول الأصول المتداولة، مجموع الأصول المتداولة، يعني راهو المخزون محسوب من ضمنها. أوكي؟ يعني هنا أعطيتكم الأصول المتداولة بما فيها المخزون، أعطيتكم قيمة المخزون الحالي، وأعطيتكم قيمة الخصوم المتداولة. إمتى أقوم بطرح المخزون من الأصول المتداولة؟ إذا طلب مني حساب النسبة السريعة، ولكن هنا طلب مني إيش؟ حساب نسبة السيولة الجارية. فببساطة أقوم بتقسيم إيش؟ الأصول المتداولة اللي من ضمنها محسوب المخزون على الخصوم المتداولة. 9000 تقسيم 4000 2.25. أوكي؟ إن شاء الله تكون واضحة هنا. 2 فاصل، لا من أخت من الشروق، لا ليس 2.5 أخت شروق، فهمت إن شاء الله، فهمت الآن إيش كنت نفسر، لأنه قلت لك الأصول المتداولة راهو محسوب من ضمنها المخزون. أنا أعطيتكم فقط قيمة المخزون لحالها، تحتاجوها فقط المعلومة هذه لو طلب منك حساب نسبة السيولة السريعة. فستقومين بإيش؟ بطرح الألف من التسع آلاف وبعدين تقسم على 4000. هذا لو طلب منك نسبة السيولة السريعة، ولكن في هذا السؤال نسبة السيولة الجارية. نسبة السيولة الجارية هي الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة. الأصول المتداولة 9000 محسوب من ضمنها المخزون أكيد، تقسيم 4000. إن شاء الله تكون الصورة واضحة بالنسبة لهذا السؤال. ممتاز. السؤال الموالي، إذا كان صافي ربح الشركة 60000 ومجموع أصول الشركة 240000 ريال، فإن العائد على الأصول هو ببساطة قسم صافي الربح 60000 على 240000 25%. صحيح ما شفناش هذه النسبة، رح نشوفوها إن شاء الله في المرة المقبلة، ولكن فيه إجابات صحيحة، مشكورين. أخيرا السؤال الأخير ونختم به حصتنا، يتم حساب معدل دوران المخزون من خلال، هل جمع المبيعات مع رصيد المخزون؟ أكيد لا، من خلال قسمة المبيعات على رصيد المخزون. إذا هذا الإجابة أو الخيار رقم 2 هو صحيح. نعود رو حتى في الاختبار النهائي رو نفس صياغة الأسئلة، نفس بساطة ووضوح الأسئلة هذه. أوكي؟ يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. نعود نذكر رو مازال عنا الأسبوع المقبل لقاء رقم 11 يوم الاثنين إن شاء الله، رقم 12 والأخير ونختم به المنهج يوم الثلاثاء،
ويوم الأربعاء لقاء إضافي للمراجعة بإذن الله. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وشكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. سبحان الله، على خير.